ما يجمع بين عملها الحالي وتكوينها الأكاديمي هو المجهود البدني وبذل طاقة إضافية. إنها فاطمة الزهراء سعد، شابة ابنة منزل بوزيان، ختمت تعليمها الجامعي لتصبح أستاذة تربية بدنية، لكنها لم تسلك هذا الطريق لتختار آخر، ألا وهو المجال الفلاحي. السنة بشر الزيتون واللوز مازال صغير شوية، عمره عامين. عامي الحق ماذا فهمتك بيا يكون أقوى باش العام الجاي يعطيني إنتاج به. فهمتك فهمتك عندي دو فاريتي يستحقوا برشا ماء، تقريبا الزيتون معدل قديش هكاك؟ بمعدل 100 متر في النهار، فهمتك الزيتون 8 هكتارات يستحقوا 100 متر. فهمتك. أشجار الزيتون واللوز تنمو شيئا فشيئا، وينمو معها حلم فاطمة المتمثل أساسا في تحقيق ما سعى إليه والدها منذ سنين. المشروع هذا نحب نحقق حلمي، ما حققتش حتى ثلث منه الحقيقة، الحلم متاعي وحلم العائلة كاملة. مشروع فاطمة الزهراء ليس مشروعا ذاتيا، لأنه يحمل حلما ومجهودا جماعيا. لا راني زد عاونوني، معناها العائلة فهمتك، فما تمويل ذاتي معناها مع ثم ال تمويل من العائلة. عاونوني، أول حاجة عاوني بابا في السوم اللي بعت بيه، خاطر الأرض ما تستاهلش السوم هذا أصلا. الأرض اللي السوم اللي شريت بيه الأرض سوم بخس، ما هوش في سومها أصلا، معناها أرض بابا غالية غالية، معناها ما تتخيلش. نحاول بابا أنه يعاوني في السوق، وأخوتي يعاونوني في تمويل الطاقة الشمسية، وعاونوني في الحفرين، لأنه ما كنت في قانون قديم، مانيشني في قانون اللي صار بعد في القروض الاستثمارية والقروض العقارية. فاطمة الزهراء سعد شابة من طراز خاص، بطموحات لا تعترف بالزمان وبالمكان، وبعطاء كبير لأرض الأجداد.